هايدي تنكرش الفستان حلو. ايه الفستان حلو. ايه اللي بقلك. طيب شو وضعك؟ غنيه هذه يعني خلينا نمنتج دي ونحلو شو؟ منتجه يعني. لا ما رح منتج. هيدي غنيتي حلو بمحلات اول شيء، وفجأة اجاك اتصال من اهلك من مصر وقالوا لك هيدي المفروض صار لازم تتركي المسرح وتفلي. بالضبط تتركي المسرح تفلي لانه ما بعرف شو ستي عم تعمل، خربشت تخربش بالاخر، كيف عم بيكتب شيء هيك على ورقه بخرطشه، هيك كتبتي مقاطع بالقلب وكذا. غير ناهيك انك نسيتي الكلام، صار في ضياع غريب بالشكل غريب مع انه هلا اوكي انت ما كنت فايته كثير بجو الغنيه، فالمفروض كان فيك تكوني شوي اكثر لوس بالوقفه، كثير جامده، غنيه من هالنوع على قدك عايه بدها شوي نغنشه منك. صح؟ مزبوط؟ ليه مستحيه مني؟ ايش حاسس انك مستحيه مني؟ ما بخبرك الحقيقه لانه ليه شو ليكي هيدي حبيت خبريني. لا اهلي ارجوك. لا عن جد هيدي ضدك البرفورمنس ما كثير حبيت انا، و هاد قصص تأذيكي بالاخر، يعني هاد قصص تأذي. صرتي على الاخر يعني صرنا بالفينال. ما بعرف شو رأيك انت؟ انا طيب هيدي ضدك هالبرفورمنس ما بتسوى.